انا بحس ان دي افضل فتره في السنه يعني، اكتر شهر بحبه هو شهر 12، وبحس فعلا الناس كلها بيبقى عندها سلام كده، كله بيبقى مبسوط. جميل. خلينا نروح بقى من اخبار النادي الاهلي لمقر هنا موقع القاهره 24، وزميلتنا العزيزه روزان نصر موجوده هناك عشان تطلعنا على اهم الاخبار الرياضيه. روزان صباح الخير، صباح عليك يعني وكريم في البدايه، اتفضلي. صباح الخير عليك يا نهواند، وصباح الخير عليك يا كريم، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يعني يوم جديد طبعا وجولة جديدة في الصحف والمواقع، يعني خليني قبل ما أخدكم للجولة دي أفكر مشاهدينا بأهم المباريات النهاردة الأربع 23 ديسمبر في الدوري الإسباني، ديبورتيفو ألافيس مع إيبار في الساعة 11 مساء، في الدوري الإيطالي إيسي ميلان مع لاتيو في الساعة 10:15 مساء، في الدوري الفرنسي موناكو مع سانت إتيان في تمام الساعة 10 مساء. هنبدأ بقى فقرة الصحافة النهاردة بخبر من موقع القاهرة 24 واللي بيقول مانشستر سيتي يسجل رقما قياسيا بعد رباعية كأس الرابطة في شباك أرسنال. سجل مانشستر سيتي رقم قياسي أمام أرسنال بعد الفوز عليه بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الإمارات في منافسات دور الربع النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية. كمان عايزين نقول أن مانشستر سيتي فازت بآخر 18 مباراة في كأس الرابطة مع تأكد وصولهم للدور نصف نهائي من المسابقة للعام الرابع على التوالي من خلال الفوز على أرسنال في 4 مباريات متتالية على ملعب الإمارات في مختلف البطولات. كمان حقق مانشستر سيتي لقب كأس الرابطة الإنجليزية في الموسم الماضي بعد الفوز في المباراة النهائية بنتيجة 2-1. كمان من موقع القاهرة 24 الهداف التاريخي ميسي يحقق رقم قياسي جديد ويتخطى بيليه. حقق نجم نادي برشلونة ليونيل ميسي رقم قياسي جديد في مسيرته بعد فوز فريقه على بلد الوليد في مسابقة الدوري الإسباني الممتاز، واستطاع فريق برشلونة أن يفوز على بلد الوليد 3 أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهم ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز، وأصبح ليونيل ميسي أكثر من سجل أهداف مع نادي واحد في تاريخ كرة القدم وهو نادي برشلونة، وذلك برصيد 644 هدف ويتخطى الأسطورة البرازيلي السابق بيليه الذي سجل 643 هدف. خبر محلي من موقع اليوم السابع، طلائع يجري تحاليل رابيد تيست استعداد لمواجهة غزل المحلة. يجري فريق طلاع الجيش تحليل رابيد تيست استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقررة لها الجمعة المقبل على استاد غزل المحلة بالجولة الرابعة لمسابقة الدوري. وأغلق الجهاز الفني للطلائع صفحة مباراة مصر المقصة التي أقيمت أمس على استاد جهاز الرياضة العسكري بالجولة الثالثة للمسابقة المحلية، ويبدأ الفريق الاستعداد دون راحة نظرا لضيق الوقت قبل المباراة. خبر عربي بيقول من موقع كورة السومة يحتفل بإنجازه التاريخي. احتفل النجم السوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة بإنجازه التاريخي في الدوري السعودي للمحترفين، وبات الهداف التاريخي منذ إقرار نظام الاحتراف 2008-2009 بعد تسجيله هدف فوز فريقه أمام الفتح، ووصل السومة إلى الهدف رقم 127 ليحطم الرقم القياسي. كمان نظمت أسرة وأصدقاء السومة احتفال في منزله بمناسبة إنجازه التاريخي وزينوا كل ركن في المنزل بالرقم 127، وكتب السومة عبر حسابه على انستجرام الحمد لله إنجاز لا ينسى و3 نقاط مهمة مبروك للأمة الأهلوية، ونشر كمان فيديو على حسابه على سناب شات وهو يطلق بالونات تم تشكيلها بالرقم 127 واسمه في الهواء وعلق على طارة ال 127. وأخيرا من سكاي نيوز عربية، ليفربول يتحرك من أجل صلاح لكن البديل جاهز. ذكرت تقارير صحفية أن إدارة ليفربول تسعى لإقناع النجم المصري محمد صلاح بالبقاء في أنفيلد وعدم الرحيل إلى ريال مدريد أو برشلونة بعد حواره مع صحيفة آس الإسبانية عن طريق عرض مالي كبير ومغري جدا ومساواته بنجوم أندية مانشستر في البريمير ليج. وكشف موقع جول العالمي أن إدارة ليفربول تجهز عرض كبير لإقناع محمد صلاح بالبقاء، ويتقاضى صلاح أعلى راتبا في فريق
فريق ليفربول، والمفروض هينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في عام 2023، ولكن إدارة الريدز مش عايزة تضيع الوقت وفهمت محمد صلاح بشكل كبير جدا. دي كانت أبرز وأهم الأخبار هنا من موقع القاهرة 24. شكرا لكم وعودة للاستوديو مرة ثانية. شكرا لك يا روزان، وشكرا لك يا نورهان، شكرا لكم جدا على التغطية الأكثر من رائعة الخاصة بقناة الأهلي أو أخبار الأهلي، والخاصة أيضا بالصحف والمواقع المختلفة.